شاء الله ان شاء الله تبارك الرحمن يلجو ان شاء الله. ليش انا زنطن نفسي شوي؟ الثوب جديد يا جماعه الخير، فنشوف مقاس القلاب هل في حاله اختناق لا سمح الله شيء عشان رجع من بدري. مساء الخير، سعد الله مساكم كل خير، شلونكم؟ عساكم طيبين. حي والله ذا العين يا جعفر. جعفر ولا جحفر؟ جعفر. جعفر. جعفر من جبتها؟ جعفر. جعفر معلش. جعفر. أنت تتابع فيلم ولا إيش؟ لا لا عندي شغل. ها؟ عندي شغل. بس الجلسة هذه مين جلسة شغل؟ إي والله. جاي من الدوام. ما ترى باس، ما ترى باس، ما ترى باس. تقهوى، حي والله ذا العين. حي والله، معلومة أنا إيش كلام؟ حي والله ذا العين يعني عين أنت؟ أيوه. عين. عين حي ذا العين يعني كيف اشرح له؟ كلام حي نباك، كلام كلام سبيك. حي نباك، حي نباك، حي نبلك نبلك ما في نبلك. حي نباك، حي نباك. ايوه نفر نفر كلام حي عينك، كلام حي نباك، حي نباك. ايوه والله بيض وجهك. حي والله ذا العين. فقط فخامتكم ودي نصحح للمترجم، السعوديه لم تستقل ذاك الوقت، السعودية أعيد توحيدها، لم تكن مستعمرة قبل في التاريخ. والله عندي كلام كثير، أنا نفسي أغلط، نفسي اشتم، بس شفت دبلوم وتعودت من بريس. اي أيوة والله سمعت الاغنيه ذي، الله جميله جميله، وقت حلو. هذا الوقت المفروض الواحد يطلع فيه. لا الوقت اللي انت بتتدخلون فيه والله ما عاد تفرق معي ولا فكرت فيك. لنا ساعتين انتظرك شاهي قهوه، ما خلصنا. اخو ناصر، اخو بندر فيها ردي. من الردي؟ انا عشان متاخر عليكم. ايه شوف فيها ردي. طيب طالعين مشوار قريب، مكان جدا جميل ان شاء الله. رجال الطلب يا ابو محمد، طلب شربي. طلب شكرا اخو ناصر مشربي. ها عشان يصور، فهمت؟ اخ صورني ابو سعد، فهمت؟ هذا الوضع، هذا الوضع بالضبط. ايه تصميم بيجي ان شاء الله. السلام السلام، هذا الحلا طال عمرك. يدفع البلد، يدفع البلد. اقول اعطني خلي الدايت يقعد، خلاص خربتها، خلي الدايت يقعد، خلي الدايت يقعد. متجهين المكان ان شاء الله جميل يا جماعه الخير، بنجي هناك نغطي لكم ان شاء الله. ايش في؟ يقول ما كنت اقصر فيك من كثر الاعجاب. يوم كنت ساوي بعيني الكون كله، كنت القريب وكلهم كانوا اغراب، حتى القمر لا غاب شفتك. الله الله الله، بس الحين ما معاك، ما معاك. الله ابو الراس، الله ابو الراس. يا صاحي يا سبه زفه يا جدي، مو في الشارع، علمه انه مو يوم وطني، علمه. بس بس اطفى اطفى، يخلط يخلط. خلاص 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 خلاص. ها ما هو صاحي، هذا عرق. عرق نفسه من نفسه. خلاص احنا يا جماعة الخير في المعرض الدولي للقهوة والشوكلت عند جيت شوكلت. تعرف ذا وش؟ احلى شوكلت. جربت؟ والله حلو. ايش رايك نواف؟ والله العظيم ها؟ اكلت اللي فوق بسكوت. بالعافية ان شاء الله. ويفر. اذا جيتوا يا جماعة الخير المعرض ضروري تمرونهم. ضروري تمرونهم، تاخذون حلا واجيكم انا من شارع. حسوني. طلع طلع برا، طلع. Thank you.
كأنك الزرافة. الله حيه. تشرفنا فيك. يا مرحبا. أبو بتال. اليوم يا جماعة الخير أبو بتال بياخذكم بجولة سياحية سريعة جميلة جدا. بيعطيكم سم. أقول إخوان وعزيزين وغالين أهل الكويت والسعودية عينين في راس. والآن بنعطيك جولة بسيطة ونبدأ بسيطة. قلت لي المكان هذا إيش؟ هذا حي المجيري. حلو. وأمامنا هنا حي طريف التاريخي. هذا حي طريف التاريخي. أسلم. بداية الدولة السعودية الأولى عام 1723 تقريبا بدأت من حي المجيري وحي طريف. حي المجيري كان فيه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والإمام محمد بن سعود كان في حي طريف وأمامنا. رحمة الله عليهم. الله يرحمهم ويغفر لهم. سم. نقصد الآن ثمرات اللي سووه قبل 30 سنة. عز الله. الله يعز الدار. عساك استفدت. إيه؟ هذه ترى مقبلات. أبتايزر. لسه. أبتايزر. ما شاء الله. باقي. تفضل. تفضل طال عمرك. لا أقول تفضل روح. روح. أبوي. الله بالخير. معلومات وتاريخ وتوحيد المملكة. ما أنت معنا أنت. كذا هنا طال عمرك حافظين الله. سم. إذا ما حفظناها مني حفظها. أقول اتجه. اتجه حي ذا العين. اتجه. حياك أبو. بسم الله. بس والله المكان جميل. أنا أهدي بالمكان هذا قبل 4 سنوات البجيري ما جيته. تغير جذري وجميل جدا يا أخوان. مكان رايق تجي تصفي ذهنك. هذا وطننا ما سكناه تهجير الجيش واحد ما جمعنا الأحذالي. لو تنتخي عرعر تلبيه خرخير كل الجنوب يصير جنب الشمالي. ونمت واخذتني صدوف المقادير. والله لا أوصي فيك حتى عيالي. هذا صور الدرعية التاريخي. هذا محيط بالدول كان محيط بالدولة السعودية الأولى الدرعية أكثر من 4000 كيلو. كما ترون هناك في الفيديو كانت هي بعض المنارات للرقابة على الأعداء اللي قادمين من الخارج. لما جت الدولة العثمانية وحاولت أنها تحتل الدولة السعودية الأولى أو الدرعية ضربتها بالمناجيق ضربتها بالمدافع ما قدروا. ما استطاعوا الدخول إلا عن طريق وادي خلف طريف حي طريف التاريخي. السور إلى الآن موجود وزي ما أنتم شايفين لم يتم تعميل أي تعديل عليه. زي له 300 سنة نفس ما هو السور يا جماعة الخير. وفي منارات هناك لو تشوفونها كانوا يشوفون العدو وهو جاي. فالسور هذا كان جدا قوي ولا زال نفس ما هو قوي يا جماعة الخير. له قرابة 300,000 سنة وهو نفس ما هو. فكانت تجي مدافع كانت تجي أمور كثيرة. ما تغير السور نفس ما هو ما زال. عليكم يا هلا العوجة سلام واخت الصبو تركي عما عين الحال. عاش واقف من قال عيش. عاش واقف من قال عيش. طبعا يا جماعة الخير المنارة اللي انتم شايفينها هذه تم تجديدها بالفترة الأخيرة وهو بالأساس كان مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهناك زي ما انتم شايفين حي الطريف كامل. اللي هناك قدامكم كان مسجد الإمام محمد بن سعود وهذاك كان قصره. فشوفوا كيف المسافة كانت مرة قريبة بين قصر الشيخ الإمام محمد بن سعود وبين مسجد الشيخ الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهم جميعا. يبا مسكوا خبولكم يبا مسكوا خبولكم حطوهم ببيوتكم وقفلوا عليهم البيبان. اللي عنده خبل لا يهدى علينا بالشوارع يعطي تلفون يقول يلا روح صار. لا حول قلت لبلا يا مشاري والله العظيم مفروض انك ما خليت من ابو يا طيب يا الزير يا المهلهل طيب انتو خيلك يا ولد وبتال ما يصلح صراحة. أنا أقول طفوها والله. الياهل حب يلعب الياهل حس راح يلعب. خلود بتركب يلا روح خلود الفينيال ها اي روح يلا خلود رياض الوعد بعد شيء خلود بعد جالس يفترم شيكلي اسمع حمد حبيب شيكلي اسمع ايه جحدر جاك شيء جحدر تعال يا الوعد الصياد الوعد الصياد
حلو اشي انك اعترفت الحمد لله اني اعترفت كل واحد راكب نفس الشكل ما شاء الله لك فيها نصيب ان شاء الله يا ام محمد يلا عاد احنا نستاذنكم ابو بتار نشوفكم على خير ان شاء الله مشغلهم ميوزك بعد استودعناكم الله يا الربع مشينا ابو نايف يا ربع استودعناكم يا ربع الوضع ما يصلح مشينا يا رجال مشينا يبغى مسك خبولكم ما ينفع